صديق كان اخباره معاك ايه من ضمن الشله يعني؟ صديق كان بيضحك بس يعني، يعني خبيث يقعد يعمل ويعمل ويعمل وبعدين ما يظهرش يلبسك انت ويلبسني انا ويديني السن ويقف وهو يقعد يضحك. اه يعني بيضحك معاكوا اول ما كابتن يبص او او ده هو لسه ماسك معانا جه في التشكيل الجديد. طب والله اه ماسك 2006 وكمان معانا دلوقتي على التليفون كمان. احمد مساء الخير يا كابتن، ازي حضرتك عامل ايه؟ ازيك يا احمد اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله يا كابتن هنا، اخبارك انت ايه؟ الحمد لله حبيبي. سمعت طبعا اللي قاله معتز؟ ها سمعت، بس احب ابارك لحضرتك طبعا وبالتوفيق كده ان شاء الله وتبقى دايما موفقه يا كابتن باذن الله. ان شاء الله وجود لك انت كمان ان شاء الله في الفتره اللي جايه مع قطاع الناشئين عندنا في النادي بالتوفيق يا رب يا كابتن ان شاء الله باذن الله. ازيك يا اينو؟ ازيك يا صدق؟ ايه بس في ايه؟ قول لي انا معاك اهو. مفيش حاجه، ما احنا لسه كنا قاعدين امبارح جنب بعض في الاجتماع. في ايه؟ لا صح صح جدا. لا صدق من الناس المحترمه جدا يا كابتن، بتحب بجد انك تتعامل معاها في اي حاجه سواء في الملعب او بره الملعب بجد يعني. لا وكان بيقول ان انت يعني من ضمن الشله بس بتلبسه يعني، يعني بمعنى اصح ان انت بتضحك وتعمل اول ما الكابتن يبص كده او المدير الفني يبص قاعد ومركز وكانك ما عملتش حاجه. لا مش قوي كده يا كابتن بالظبط. امال ازاي قول لنا. لا طبعا يا كابتن كلهم كانوا ناس محترمه جدا، وزي ما حضرتك عارف يا كابتن احنا كنا في نص كويس جدا 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 بين طبعا بين قبل المباراه ووقت المباراه يعني، وده كان المهم. يمكن هو لسه سامع وكمان بيضرب مثل محمد بركات صحيح، اكتر الناس اللي بتهزر ممكن يهزر قبل الماتش ما يبدا بدقيقه، ومع ذلك مع صفاره الحكم بتلاقي حد تاني خالص يعني شخص تاني خالص. ده حقيقي ده حقيقي يعني. انا برضو بركات كان معانا في المنتخب شخصيه طبعا محترمه جدا، وكلنا يعني تحس ان كله خلاص انت الهزار ليه وقته والجد ليه وقته، واحنا فعلا كنا بنفصل زي ما انتوا بتقولوا كده عشان برضو الناس ما تفتكرش ان العمليه كلها كانت تهريج. لا وقت الجد جد ووقت الهزار. وخلي بالك احنا كلعيبه وانت عارف يا معتز كنا بنقعد مع في معسكراتنا اكتر ما بنقعد في البيوت، في البيوت يعني طبعا. خلاص احنا بقينا عيله اذا كان على مستوى النادي في معسكرات وفي النادي او من خلال منتخب مصر، فالفتره اللي بنقضيها فتره طويله جدا جدا بينا على البيت وخلاص بقينا كلنا اخوات فبنتعامل كاسره، ولكن بيبقى في اوقات فعلا خلاص احنا مركزين عندنا حاجه مهمه بنركز فيها، فده طبيعي جدا. و طمنا بقى على قطاع الناشئين كمان، انت نقول لك مبروك ماسك فرقه 2006. كام 2006 2006 2006 يا كابتن. ده اول سنه في القطاع يا احمد ولا كنت شغال؟ انا كنت بقالي سنتين مدير الاكاديميه في الامارات الحمد لله. الحمد لله قدمنا يعني بشكل كويس جدا في المباراه بفضل الله يعني، لكن في القطاع دي اول موسم ليا وان شاء الله يبقى موسم موفق كده طبعا، وبقى عند حسن ظن الجهاز اللي موجود معانا بجد كابتن خالد ديبو طبعا، وعند حسن ظن مجلس الاداره، واتمنى ان شاء الله نبقى اضافه قويه واضافه كويسه في القطاع يا كابتن باذن الله يعني. لا ان شاء الله بالتوفيق يعني، لسه بنتكلم على قطاع الناشئين ان شاء الله تطلع علينا ولاد على مستوى عالي جدا، وانت كمان بدايه فتره جديده بعد لاعب دلوقتي خلاص مجال التدريب. طبعا يا كابتن دي خطوه جديده بالنسبه لي وتحدي جديد، يمكن الحمد لله الواحد خد الخطوه بدري شويه بفضل الله ودي بتبقى ميزه. ان شاء الله ان شاء الله كابتن ان الواحد من بدايه المشوار شايف ان الموضوع السنه دي مختلف جدا جدا في القطاع. يبقى الامور مختلفه جدا باذن الله ان شاء الله من افضل لافضل، خصوصا كمان ان مع كابتن خالد بيبو موجود مدرب اجنبي للقطاع او مدير فني للقطاع. ده بيدي انطباع ان شاء الله الدنيا السنه دي تبقى افضل وافضل، ان احنا نقدر نعمل حاجه كويسه نخلي النادي الاهلي مكانته الطبيعيه في القطاع الناشئين، ونقدر كمان ان شاء الله احنا ندعم الفريق الاول بلعيبه كويسه يا كابتن باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله يا احمد بالتوفيق دايما، وان شاء الله نشوفك على خير ونستنى ان شاء الله مشروع مدرب واعد، وكمان ولادنا ان شاء الله باذن الله دايما يكون موجودين في الفريق الاول. شكرا ليك يا احمد. شكرا ليك باذن الله. شكرا شكرا ليك يا احمد.